يستمتع هؤلاء السياح بالمنظر المطل على مدينة أربيل من فوق قلعتها الشهيرة، فيما فضل غيرهم التجوال في سوق القيصرية ومحيطه الزاخر بمختلف أنواع الهدايا والبضائع. زوار الإقليم جلهم من بغداد ومدن الوسط والجنوب. هيئة السياحة كشفت إنها أعدت خطة لاستقبال السياح خلال أيام عيد الفطر. هناك تحضيرات كاملة من قبل هيئة السياحة إقليم كردستان والمديريات العامة في المحافظات والمدن الإقليمية كردستان. شكل عدد من اللجان التفتيش ومتابعة ولجنة الاستقبال في السيطرات ونقاط التفتيش والمطارات للمساعدة الدخول السواح والزائرين الإقليمي لكردستان أثناء العيد. الأمطار الغزيرة لم تمنع الآلاف من الوصول إلى أربيل، وغالبا ما يقصد زوار المدينة المرافق السياحية في شقلاوة وبيخال وقلي علي بيق وغيرها. الطبيعة الجبلية والجو البارد وعطلة العيد تغري عشرات الآلاف للتوجه نحو الإقليم. احنا من نجينا مطر، فقلنا حاطين شادر عندنا كي احنا حمل غراضنا وسمجنا وتعرف شغلاتنا طباقيات، فمن نجينا لقينا مطر قلنا عادي صبنا شادر وما علينا نمشي نهيم. قدرت هيئة السياحة أن يزور عاصمة الإقليم خلال أيام العيد نحو 250 ألف سائح، وأكدت إنها نسقت مع مسؤولي السيطرات والمنافذ على تسهيل انسيابية دخول الزوار وبالتنسيق مع القوى الأمنية والصحة والمحافظة. السلطات السياحية في إقليم كردستان وضعت خطة استراتيجية للسياحة هدفها الوصول إلى 20 مليون سائح خلال عام 2030. مشرق المنصور، أربيل، يو تي في.